بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نبذة مختصرة عن الأيبومك السوبر الأمريكي، من أكثر العلاجات استخداما في مكافحة الديدان. بيحتوي على مادتين فعالتين، الإيفرمكتين 10 ملي جرام والكلوروسولون 100 ملي جرام. كلنا نعرف إن الإيفرمكتين مضاد واسع للديدان، بيأثر على كل أنواع الديدان اللي بتستخدم الناقل العصبي إجابة، عشان كده ما بيأثرش على الديدان الكبدية أو الديدان المفتحة زي الفاشيولا، وعشان كده تم إضافة مادة الكلوروسولون اللي هي بتأثر على الديدان الكبدية. فالتركيبة مع بعضها بتأثر على جميع أنواع الديدان، كل أنواع الديدان الداخلية سواء معوية أو رؤوية أو كبدية بتأثر عليها، بالإضافة طبعا إلى كل الطفيليات الخارجية زي الجراب والجراد. وبالتالي فهي تركيبة مثالية للقضاء على جميع أنواع الطفيليات الداخلية والخارجية. جرعة الأيبوميد 1 ملي لكل 50 كيلو جرام، 1 ملي لكل 50 كيلو جرام، سواء في الحيوانات الكبيرة أو الحيوانات الصغيرة. يعني في الأغنام بنستخدم نص ملي لكل 25 كيلو جرام، في الأبقار والإبل بنستخدم 1 ملي لكل 50 كيلو جرام. مدة التحريم في الأيبوميد السوبر الأمريكي 28 يوم في الأبقار والأغنام. طبعا لا يعطى للحيوانات المخصصة لإنتاج الحليب، أو يجب إيقاف إنتاج الحليب لو إحنا عطناه لمدة 28 يوم كاملة. دي كانت بعض المعلومات السريعة عن الأيبوميد السوبر اللي هو مضاد الديدان الأكثر استخداما في المجال البيطري. نرجو ان احنا نكون افدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.